ناصرة. نعم مدام رابي. كم مرة قلت لك لا تخلي حدا يقرب على بنتي، وخاصة إذا كان غريب؟ ليش ما عم تفهمي؟ آسفة مدام. يلا امشي. رابيل، ما مر وقت طويل كل هالقد لحتى تقولي عني إني واحد غريب. موقفك هو السبب مو الوقت. الإنسان بيبين من المواقف، وموقفك معناه هو اللي قرر إنك غريب. يلا